بالنسبة لبيرنار كازوني أنا كل كما قلت أشرت عليها في التدخل ديال الأول أنه قبل ما يمشي وقبل ما يمشي للعائلة لتحقق العائلة ديالو قبل الانتهاء ديال الموسم الكروي أنا جلست معه عدة مرات وأنه باغي يزيد لكنه ما باغيش يعيش الميم كوشمار اللي عاشوا هاد العام حقيقة أن إترونجي صعيب عليه أنه يعيش هاد المآسي اللي عشناهم هاد المرة أنا شخصيا أنا راه في وسط الفرقة وود الفرقة وحقيقة تمحنت هاد العام وقلتها كنقولها ونعاود أنه عمرو ما عشت واحد العام تخي تخي ديفيسيل فهاد وجيت صعب مع فريق نادي مودي وجدية ما الحمد لله استطعنا أنه تغلبوا أنه نجتازوا الموسم بنجاح رغم أن شي جماهير ماشي فرحانة باش نقول لهم نفكرهم نهار اللي كنا نبكي وأنا واحد منهم نهار كنا نحسبوا من تحت واش المولوديات طلعت تهبط ولا ما تهبطش كثير نفكرهم بهذا كنا نبقاو حتى للدورة 30 ونحسبوا هذيك خاصها تربح هذا خصو ينجح هذا خصو يتعادل حنا خصنا نربحوا الحمد لله ما بقيناش نشوفها من تحت بقينا نحسبوا من فوق وهذا ما جاش عن فراغ رجع عن مجهود وجاء عن متابرة وعن خدمة ديال لي جوار وعلى كاليتي ديال لي جوار اللي جبناهم اللي يلعبوا في فريق نادي المولودية الجديد.